كم استغرب منك أن تحضير كل هذه الأوراق لتأتي إلى الصين؟ جامعة سينغهوا هي تعتبر من الجامعات الكبيرة، فالأمر يحتاج إلى وقت طويل. فهناك اختبار والثاني والثالث، وهناك مقابلة مع الأساتذة. كان لدي اختبارات كثيرة، وأعتقد نعم استمر الأمر ما بين 6 إلى 9 شهور تقريبا. لكن أعتقد أن الأمر يستحق أن تدرس في إحدى أفضل الجامعات بالعالم. هل المصريون يعرفون الجامعات شنغهوا؟ بالتأكيد لدينا حوالي 10 مصريين في الجامعة، وهناك اهتمام بين الصين ومصر، وبالذات في مجال البحث العلمي، في مجال المياه وفي مجال الطاقة، والآن في مجال العلوم الطبية. وأيضا عائشة، هناك ارتباط ما بين الحضارة المصرية والحضارة الصينية، لأن البلدان يمتلكون حضارة قديمة، وربما أيضا قامت CGTN بإنتاج سلسلة أقنعة وكنوز. أيوة نعم. وأيضا أعتقد أن هناك معرضا آثار المصرية في إحدى المدن الصينية. نعم، في شنغهاي. نعم، فهذا كله يدل على عمق الترابط ما بين الحضارتين. المعرض كبير وفيه أكثر من 8000 قطعة من المتاحف المصرية، من المومياء. نعم، بالحضارة المصرية القديمة. وأعتقد أن أحضر بعض المومياءات الحية في هذا المعرض، رأيتها بنفسي. وأعتقد عمرو أن هذه هي المرة الأولى منذ زمن طويل أن تقوم مصر بإخراج هذا الكم من الآثار المصرية. يدل على الثقة. نعم، الثقة بين الصين ومصر.